وسلم تسليم. آمين. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. آمين. اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من دار الدنيا وزينتها إلى دار الآخرة. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين زد في إحسانك. آمين. اللهم تغمده بواسع رحمتك. آمين. اللهم اكتب عندك من الشهداء. آمين. مع سيدنا الحمزة مع أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم وسع مدخله. آمين. اللهم أكرم نزله. اللهم انقله من ضيق اللحود ومواضع الدود. آمين. إلى جنان الخلود. آمين. في سدر مخضود وطلع منضود وظل ممدود. آمين. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. آمين. اللهم أنزل على قبره البهاء والنور. آمين. والبهجة والسعادة والسرور. آمين. واجعله من سعداء شهداء أهل القبور. آمين. والطف بنا وبه يوم البعث والنشور. آمين. اللهم احقن دماء المسلمين. آمين. اللهم احفظ أعراض المسلمين. آمين. اللهم استر عورات المسلمين. آمين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزونك. آمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمين. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. آمين. عليك بطاغية الشام يا قوي يا متين. آمين. اللهم أهلك يا قوي يا متين. آمين. كما أهلكت فرعون وعاد يا قوي يا متين. آمين. اللهم عجل نصرك وفرجك علينا وعلى المسلمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا ميتا إلا رحمته. آمين. ولا شهيدا إلا قبلته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا مبتلا إلا عافيته. آمين. ولا مظلوما إلا نصرته. آمين. ولا ظالما إلا قهرته. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم يا رب العالمين. آمين. يا أكرم الأكرمين. آمين. شفع في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعله شفيعا لوالديه. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين.